الهواء على الهواء سوا طول سوا على الهواء ياتيكم عبر اثير اذاعه صباح الخير صباح الخير امريكا من يوم اللي تكون صباح الخير أمريكا، أسعد الله صباحكم بكل خير. مرحبا بكم في سوا على الهواء، أنا وأنتم في رحلة جديدة من رحلات الحج، دروس وعبر. مستمعونا ومتابعونا في راديو صوت العرب من أمريكا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم معنا في القسم الثاني من حلقتنا حول الحج. تناولنا مع حضراتكم في اللقاء السابق معنى فريضة الحج في الإسلام وقصة بناء الكعبة وأول من حج إليها، وألقينا الضوء على رحلة الحج قديما وحديثا. اليوم نواصل حديثنا معكم لنصل إلى محطات أخرى هامة في هذه الرحلة المباركة. لماذا نحج؟ لماذا نحج؟ وكيف نحج؟ وما هي الدروس والعبر المستفادة من الحج؟ موضوعات هامة نناقشها مع ضيفنا العزيز المتواجد بالأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج هذا العام، الدكتور شادي ظاظا، رئيس الجامعة الإسلامية الأمريكية فرع ديترويت ومؤسس منظمة رحمة الإغاثية في كل العالم. البداية من تقرير أعده لنا الزميل أحمد وهبة من مصر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رداما وغنى هكذا كان الأمر من الله سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم أن يؤذن وينادي في الناس لكي يأتوا لحج بيت الله الحرام. قال إبراهيم: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال سبحانه وتعالى: أذن وعلي البلاغ. امتثل إبراهيم لأمر الله ونادى: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. نادى إبراهيم الخليل بصوته الضعيف، وبقدرة الله سمعه ما بين السماوات والأرض. وقيل إنه لما نادى إبراهيم عليه السلام بالحج أسمع من في الأرحام وأجابه كل شيء. ومن وقتها حتى يومنا هذا يتوافد الناس على بيت الله الحرام قادمين من كل فج عميق، تلبية لنداء إبراهيم الخليل الذي وصل مسامعهم وهم في أرحام أمهاتهم، يأتون ملبين مرددين: لبيك اللهم لبيك، أي سبحانك، بلغنا النداء فاستجبنا لك. وفي مثل هذه الأيام المباركة من كل عام تنطلق الرحلات برا وبحرا وجوا من مختلف أرجاء العالم قاصدة بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. ملايين من البشر اجتمعوا على هدف واحد، ورغم اختلاف ألوانهم ولغاتهم وجنسياتهم وقفوا متجاورين في مكان واحد وزمان واحد، يرددون لبيك اللهم لبيك، يرتدون نفس الثياب التي لا تفرق بين فقير أو غني، عربي أو عجمي، أبيض أو أسود، حاكم أو محكوم، الكل سواسية أمام خالقهم، والكل جاء ملبيا نداء إبراهيم وأمر الله سبحانه وتعالى ليؤدي الركن الخامس من أركان الإسلام، وكله أمل أن يتقبل الله منه فيعود إلى أهله مغفورا له خاليا من العيوب والذنوب، إنسان جديد على موعد مع بداية جديدة. وكيف لا
وقد عاد كيوم ولدته أمه، نادى إبراهيم عليه السلام فأسمع الله نداءه للعالمين، ولبى العباد النداء فجاءوا بالملايين، وقلوبهم معلقة ببيت الله الحرام. لكن عندما أطلق إبراهيم عليه السلام النداء في هذه المنطقة المقفرة، هل كان يتوقع أن يأتي كل هؤلاء الناس ليحجوا البيت؟ وهل كان يعلم أن نداءه سيكون بداية لتدشين أعظم الأحداث السنوية في تاريخ البشرية، وهو موسم الحج؟ اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، واجعلنا ممن سمعوا النداء فرددوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان معكم أحمد وهبة لصوت العرب من أمريكا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا. Today's program is brought to you by Ramo Worldwide Relief and Aid. منظمة رحمة للإغاثة تعمل بجد وتفان بهدف خدمة الإنسانية، خصوصا في المناطق المنكوبة بسبب الأوضاع في سوريا، وتعمل أيضا في دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين وتقدم خدماتها الإنسانية للجميع دون أي تمييز. للتواصل مع المنظمة الهاتف رقم 248-990-4247 أو الموقع الإلكتروني rahmarelief.org. سوا على الهواء، سوا طول، سوا على الهواء، يأتيكم عبر أثير إذاعة صباح الخير، صباح الخير أمريكا. من يوم اللي تكون يا وطن الموج، صباح الخير أمريكا. تتواصل رحلتنا إلى الأراضي المقدسة، يتواصل معها حديثنا عن الحج، ركن الإسلام الخامس ومبتغى الساعين إلى البيت الحرام من كل فج عميق، تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. مرحبا بك فضيلة الدكتور شادي ظاظا، تنضم إلينا مباشرة الآن من الأراضي المقدسة. حياك الله أخت لانكا، حياك الله وجميع الأخوة المستمعين، أسأل الله صباحكم إن شاء الله بكل خير، وأنا أبث إليكم أرق التحيات والنسمات من أرض الله، من أرض الله المباركة، من مسجد الله الحرام، من مكة المكرمة. دكتور شادي، بداية من الأراضي المقدسة في هذه الأيام المباركة، نتمنى أن نستمع منك إلى دعاء إلى كل الأبرياء الذين فقدناهم خلال الأيام الماضية في اعتداءات إرهابية طالتهم وهم آمنون. نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يصبر أهالي هؤلاء الضحايا، وأن يحفظ أمريكا، وأن يحفظ البلاد الآمنة، وأن يجعلها بلاد آمنة مطمئنة، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وسوء. ونتمنى أن تتبدد هذه الأنفاس التي تزرع الحقد والكراهية والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد، وأن تكون هذه نهاية وخاتمة كل حزن قد يكون في أمريكا أو في غير بلاد. اللهم أمين. دكتور شادي، نواصل حديثنا معك لنصل إلى محطات أخرى هامة، كما أسلفت في بداية حديثي هذا الصباح في هذه الرحلة المباركة. نبدأ بلماذا نحج وكيف نحج وما هي الدروس والعبر المستفادة من الحج؟ لماذا نحج دكتور شادي؟ طبعا أول شيء الحج هو الفريضة الخامسة في المسلمين، عند المسلمين الذي بنيت عليها الإسلام. يعني بني الإسلام على خمس، من الشهادتين فالصلاة والصيام وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. لهذا جعل الله هذه الشعيرة السامية
دلالة على صدق من أراد أن يفد إلى الله، وجعل الله يمينه في الأرض الكعبة المشرفة، فمن أراد أن يحج البيت ويطوف البيت فهو كمن يعاهد الله في يمينه في الأرض على الصدق وحسن العبادة والإخلاص في الطاعة، وأن يكون متبعا لمنهج الله في هذه الأرض. والحج يعني تجريدا للنفس من ماضيها، قد يشوب ماضي الإنسان إثم، فلذلك الحج هو تجديد للحياة بقدر ما تصدق نية المسلم في هذا التجديد، يكون الحج حجا مبرورا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تتيسر سبل الحج في هذا العصر وفي صدر الإسلام وفي زمان التابعين لهم بإحسان، لذلك المسلمون الآن في إقبال عظيم على إقامة هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. نجد أن الذين يقفون في عرفة ويطوفون بالكعبة بيت الله الحرام تصل إلى أرقام قياسية. ليس هناك مجمع على وجه البسيطة على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا نظير لهذا الإقبال على فريضة الحج بهذه الأعداد. دكتور، عندما نناجي الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه المناجاة دكتور شادي ماذا تعني روحانيا؟ نعم، هي أننا نناجي الله بهذه الكلمة، كلمة لبيك، وأننا نجيب الدعاء الذي أتى من الله أولا ثم من إبراهيم عليه السلام. هذا الدعاء المبني على عقيدة وعلى مبدأ من مبادئ الإسلام العالية ومن هداية الإسلام السامية، أن يجتنب الإنسان كل ما يدنس علاقته بالله أو قد يؤدي إلى أن يسخط الله على عباده الأحياء حتى يلقونه على صفاء وعلى مكانة من أن يكونوا عباد الله الصالحين. فلذلك بتوجيه كلمة لبيك لله وحده عز وجل نحن نعترف لربنا ولأنفسنا أننا لا نطلب الخير والنفع إلا من الله، لا نشرك به أحدا غيره، وأن كل ما سوى الله مخلوق له، وكل مخلوقاته على مراتبهم محتاجون إليه ملتمسون رحمته، ولا يكون منهم شيء إلا بإذن الله. أنا ذكرت في الحلقة الماضية أن حتى مشركي الجاهلية كانوا في حجهم يلبون، لكن الفرق بين تلبية الإسلام وتلبية المشركين في الجاهلية أنها تلبية التوحيد، توجه قلوب الناس إلى الله وحده. دكتور شادي، قبل أن نبدأ بنمر مرور يعني كيف نحج، لماذا أمر الله إبراهيم الخليل أن يؤذن في الناس كافة للحج؟ طبعا لأنه هو الذي رفع القواعد من البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ونحن نعلم ما لإبراهيم من مكانة عالية بين الأنبياء، وهو رمز للديانات، فالديانات كلها تنبع من مشكاة واحدة، ورسالة الله الواحد إلى البشر هي رسالة واحدة، فإبراهيم هو أبو الأنبياء كلهم، وهو الذي خرجت من عنده مشكاة توزعت منها الديانات، سيدنا موسى وسيدنا عيسى وباقي الديانات، والأنبياء كلهم كانوا متبعون له في الملة الحنيفية التي هي تعبر عن الفطرة. فإبراهيم هو الذي كان مسؤولا عن هذا الدعاء أن يطرح في الأرض، وأن يطوي الله له السماوات والأرض من أجل أن يبلغ كل البشر
بهذا الدعاء وأن يأتوا وأن يلبوا نداء الله تبارك وتعالى عندما أمره فقال وأذن في الناس للحج. دكتور شادي قبل أن نخرج فاصل للإعلان أود أن نمر بشكل سريع كيف نحج؟ هناك العديد من مستمعينا لا يعرفون كيف نحج، ما هي البداية تسلسل؟ لو نستطيع أن نمر بمرور سريع على كيفية الحج وهي تحتاج يعني إلى وقت كبير، لكن لدينا محاور كثيرة نود أن نناقشها معك هذا الصباح، ونود أن نتطرق بشكل بسيط إلى آلية الحج. نعم، يعني الحج هو أولا أن يكون الإنسان ضيفا على الرحمن، والذي يأتي ضيفا على الله تبارك وتعالى لا بد أن يأتي بلباس خاص، فيبدأ الحج بالإحرام من الميقات. الميقات هو المكان الذي حدد لكل القادمين من الجهات الأربعة إلى الكعبة، البيت المشرف، مسجد الله، بيت الله الحرام، يخلعون اللباس العادي ويلبسون لباس الذين يتجردون فيه من كل شيء من الدنيا. وعندما يبدأ الإنسان بهذه الشعيرة فهو يخلع كل ما يمثل الدنيا ويقبل على الله بلباس خفيف الذي هو عبارة عن الإزار بالنسبة للرجال، وتتجرد المرأة من زينتها ومن كل ما قد يمثل شيئا يطلب الدنيا، وتأتي إلى الله أيضا بلباس خفيف يسترها ويمثل شيئا من عقيدتها في إقبالها على الله. أول خطوة هي الإحرام، ثم يأتي الإنسان ويصل إلى بيت الله الحرام، يطوف فيه البيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم في يوم الثامن من ذي الحجة يذهب الناس إلى يوم التروية على جبل منى فيبيتون الليلة هناك، وفي صبيحة التاسع من شهر ذي الحجة يتوجهون إلى عرفات الله، إلى جبل عرفة، هذا الصعيد الطاهر الذي يجتمع عليه كل حجاج بيت الله الحرام، يسألون الله الدعاء ويستغفرون لذنوبهم وينزلون حاجاتهم بباب الله الكريم، يطلع الله على خلقه في ذلك اليوم فيغفر لكل إنسان إلا لمشرك، فيغفر لكل إنسان وحده وأقبل عليه بقلب خالص وأقبل على الله بوجه صادق. في ليل عرفات، في التاسع من عرفات، يتوجه حجاج بيت الله الحرام من عرفات إلى صعيد مزدلفة، هذا الذي يحوي المشعر الحرام الذي وقف عنده إبراهيم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعده، وأمرنا الله أن نذكر الله عند المشعر الحرام. يصلي الحجاج الفجر في صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة، ثم يتوجهون إلى منى لرمي الجمرات، فيرمون جمرة العقبة الكبرى، ثم يتحلل الناس التحلل الأكبر، يستطيعون أن يعودوا للبس الثياب العادية. في يوم النحر يقضون هذا اليوم بالتكبير والتسبيح والتهليل وحمد الله تبارك وتعالى على إقامة هذه الشعيرة، ثم يبيتون ثلاثة أيام في منى، في كل يوم يرمون الجمرات الثلاث التي تعبر عن طاعتهم للرحمن وعن استيانهم للشيطان والشهوات والمعاصي طبعا، ثم يعودون إن شاء الله إلى ديارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه، ويشعر الإنسان بأن الله غفر له إن شاء الله.
دكتور، هل تغفر جميع الذنوب بإذن الله؟ ما هو الذي يجب أن نحرص عليه يعني قبل أن نذهب إلى الحج؟ أن نوفي ماذا تحديدا؟ تغفر كل الذنوب ما عدا الذنوب والحقوق المتعلقة بالعباد، كل حق ما بينك وبين الله يغفر، أما الحقوق التي بينك وبين الناس هذه لا تغفر إلا بالمسامحة أو الأداء. لهذا يطلب من الحاج قبل أن يتوجه إلى بيت الله الحرام أن يسأل المسامحة من كل الناس، ومن كان في رقبته دين أو حق أو أنه مغتصب لمال فلا بد أن يؤدى أو يسأل المسامحة قبل أن يذهب إلى الحج. أما الذنوب التي بين العبد وبين ربه فهذه كلها تغفر بإذن الله تعالى. نخرج فاصل الإعلان دكتور ونعود معك في أمور نحرص عليها في الحج، أمور يجب أن نتجنبها وكيف نفوز بالجائزة الكبرى كما أشرت الآن غفران الذنوب بعد الفاصل. The Rama Relief Foundation provides humanitarian aid into areas inside of war-torn Syria, as well as aid to the refugees who have fled to the neighboring countries in the Middle East. The foundation offers food baskets, container shipment, mental health, education, soup kitchens, and more. Go to ramarelief.org or call 248-990-4247. Any donation amount made to Rama will go to sustaining many lives. Call now 248-990-4247. الحج والعمرة من أروع قرارات المسلم في حياته. نترك كل مبهج الدنيا، نسافر إلى الله سبحانه وتعالى. ما هي نصائحك دكتور شادي لحجاج بيت الله الحرام في أثناء الحج، وكيف نستطيع أن نستثمر هذا الوقت الغالي جدا بأمور أيضا نتجنبها؟ أخت ليلى، الحج رحلة أخلاقية تسعى لأن ترقى الإنسان بأخلاقه العالية. لهذا جعل شرطا لقبول الحج أن لا ينشغل الإنسان بالمشاحنة والمجادلة، وهذا الشيء يعني نحتاجه نحن اليوم بسبب وجود 3 ملايين إنسان في بقعة واحدة يتحركون في مكان واحد، فلا بد أن تحصل هناك كثير من المشاحنات أو المواجهات. فالحاج الصادق هو الحاج الذي يحج أخلاقيا قبل أن يؤدي الفريضة ويسقط الشعيرة ويكون مؤديا للمناسك. اليوم نحن نحتاج الإنسان المسلم الذي يحمل هذه الروح العالية بالتسامح والصبر والمسامحة والعلو على الانتصار للنفس، وأن يؤدي الشعيرة بحقها، ثم إذا عاد إلى بلاده انعكس هذا على تعامله مع الناس فصدقهم ولم يكذبهم وأدى وعودهم وحمل أماناتهم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ركز على التعامل المادي الذي ينعكس على حياة البشر جميعا كوجه للعبادة التعاملية. واليوم العبادة التعاملية تفوق بمكان أكبر من التعامل بالعبادة التعبدية. يعني أنا لا يهمني كيف تتعبد الله وكيف تقترب منه، لكن يهمني ما تعاملني به. فاليوم الحجاج هم في هذا المحك، كيف يؤدون هذه العبادة التعاملية وليس فقط التعبدية. دكتور شادي، بهذا نفوز بالجائزة الكبرى وغفران الذنوب إن شاء الله إذا التزمنا في هذه العظة الجميلة التي أشرت إليها. نعم، من حج البيت وهو في رقبته حقوق الناس ثم مشى في مع الجمع المتجه إلى مكة وقال لبيك اللهم لبيك
وهو قد أكل أموال الناس بالباطل أو في رقبته حقوق للعباد أو قد أكل أموال يتامى أو قد غمط الناس حقهم، ناداه منادي في السماء ألا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليه. فالعبرة في القبول، أما إذا هذا الذي حج البيت وقد أدى للناس ما لهم وقد عامل الناس بمعاملة حسنة يحبه الناس، قلوبهم تهفو للتعامل معه، يقبلون عليه بمحبة ومودة وصدق، هذا الإنسان إذا قال لبيك اللهم لبيك ينادى في السماء لبيك وسعديك وحجك مبرور وذنبك مغفور وسعيك مشكور. فشتان بين من ينادى لا لبيك ولا سعديك وبين من ينادى لبيك وسعديك حجك مبرور وذنبك مغفور. نسأل الله يجعلنا منهم يا رب العالمين. أمين دكتور شادي، أمين. قبل أن أتطرق إلى دروس وعبر من الحج دكتور، أود أن أتطرق إلى دلالة الجمع بين مختلف البشر على اختلافهم، ما هي دلالة أيضا وحدة المكان والزمان؟ طبعا أن يجتمع الناس في مكان واحد بلباس واحد في زمان واحد، نستخلص منه أن الحج هو مشهد مصغر من مشاهد يوم القيامة. لهذا قال العلماء أن الناس عندما يبعثون يبعثون على نفس المشهد الذي نراه في الحج في صعيد عرفة، وهذا دليل أن بني آدم هم متساوون في كل شيء، وأن الله تبارك وتعالى على مسافة واحدة من الجميع. لا فضل بين عربي وأعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، لا فرق بين غني وفقير، بين صحيح ومريض، بين إنسان أتى من الشرق وبين إنسان أتى من الغرب، إلا بالقلب الذي يحمله وبالتقوى التي يحملها وبمحبة الناس التي يحملها وبمستوى الإنسانية التي يرقى بها بأخلاقه، فهذا لا يحتقر دينا ولا ينظر إلى نفسه نظرة تعالي وتكبر. بعض المسلمون يرتكبون الأخطاء أنهم يظنون أنهم هم الوحيدون الذين يعبدون الله، هم الوحيدون الذين يحبهم الله، وغيرهم من البشر لو كانوا من غير أديان أو لو كانوا من غير طوائف أنهم بعيدون عن الله. هذه النظرة الخاطئة التي تصيب معتقد البشر فيخطئون خطأ فادحا في حق العباد وفي حق الله. الناس والخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم إلى عياله، ولا يحق لإنسان أن يصنف إنسانا أو أن يتعالى عليهم بسبب طاعته أو أن يتكبر عليهم، فالكبر يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. فيتواضع العبد إلى الله ويتواضع إلى البشر جميعا ويكون خادما لهم، ويرى نفسه أنه هو في آخر منزلة، وأن البشر كلهم على اختلاف مللهم ونحلهم هم قريبون إلى الله، ويكون لهم في أنفسه في نفسه خيرا كبيرا، ويتمنى لهم الخير ولو كانوا على خلاف عقيدة أو يتبعون دينا غير هذا الدين، فهو يحبهم لأنهم إخوته في البشرية. وبنية الخير هذه يوفق العبد إلى العمل الصالح وإلى الوصول إلى أرقى الأماكن وينال أعلى الشهادات من الله تبارك وتعالى بحسن خلقه. إن المتأمل دكتور شادي في هذا الركن العظيم من أركان الإسلام يجد أن هناك العديد من الدروس والعبر في الحج، تجتمع فيه أنواع العبادات البدنية والمالية، ما هي الدروس والعبر من الحج؟ نبدأ معك دكتور شادي بمحبة البيت الحرام. نعم، كما قلت أن الحج هو الفريضة والركن الخامس، ومكانه حدد
باختيار من الله تبارك وتعالى، وأن ثوابه أن العبد يعود كيوم ولدته أمه. لهذا تمنح صاحبها هذه العبادة الكثير من العبر والدروس. من هذه الدروس والعبر امتثال أمر الله عز وجل في جميع أوامره، فقد لبى عباده أمره بالحج للبيت الحرام، وركبوا هذه المشقة والعناء، تركوا الأحبة وأبواب الرزق وأقبلوا على الله تبارك وتعالى لتعظيم هذا البيت الكعبة المشرفة. الأخوة والوحدة بين المسلمين جمعت هذه الفريضة، الجموع الكبيرة بين المسلمين في مكان واحد في وقت واحد، تلبية لأمر الخالق الواحد. لا بد أن تتوحد قلوبهم ومشاعرهم، هذا شأنه مدعاة للتآخي فيما بينهم ووحدة صفهم والتآلف بين قلوبهم. أيضا التعارف في هذا المكان الكريم، جموع عظيمة من مختلف أصقاع الأرض من بلاد مختلفة، يحصل تعارف فيما بينهم والسؤال عن أحوالهم. يراقب الحجاج الله تبارك وتعالى في جميع شؤون حياتهم، ويستشعر المسلم رؤية الله له في هذا الركن العظيم، فيتقن مناسكه حرصا على الثواب الكامل. لذلك تعد رحلة الحج رحلة تدريبية على الإحساس بمهابة الله بالمهابة من الله تبارك وتعالى، والتحلي بمكارم الأخلاق. وقد ورد في القرآن الكريم أنه لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يتعلم المسلم الصبر كظم الغيظ. أيضا تقوى الله عز وجل التي أمر الله أن يتزود بها، فقال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وذكر الله عز وجل على الدوام، دعاء الله تعالى في كل وقت وفي كل حين، أن يشكر الإنسان الله تبارك وتعالى على نعمه. عندما يرى الحاج نفسه مجردا من الثياب الفاخرة من كل متاع الدنيا، ويرى الفقراء والمحتاجين والمحرومين والمرضى والمعاقين، يستشعر بنعم الله الكثيرة التي تغمره ويتقلب فيها. والناس مثلا الذين يعيشون في أمريكا في هذه الرفاهية، لا بد أيضا أن يشكروا الله على نعمه، وأن يتذكروا الفقراء والمحتاجين والمحرومين، فيشاركون بالأضحية وبالبذل وبالعطاء، ويكون لهم دور ونصيب في رفع المعاناة عن هؤلاء الناس. أعود معك إلى موضوع الأضحية دكتور لاحقا إن شاء الله، وأركز عليه، كما أريد أن أركز على حقيقة في حياتنا هي الموت. الموت هو حقيقة، وهل ترى أيضا في رحلة الحج تذكر للموت والآخرة؟ طبعا عندما يأتي الإنسان بهذا اللباس المتجرد من كل متاع الدنيا، وهو عبارة عن كفن غير مخيط، يعني من شروط الحج أن لا يلبس الإنسان لباسا فيه مخيطا يعني أو فيه خياطة أو لباس متقن، بل هو لباس خفيف، وكأنه يتجرد إلى الله تبارك وتعالى فيقول يا الله أنا أتيتك في حياتي طائعا مختارا، وسآتيك يوما بهذا اللباس نفسه، ولكن من دون حول مني ولا قوة. فقال العلماء الحج هو الرحلة قبل الأخيرة، وكأن الله تبارك وتعالى يريدنا أن نأتيه طواعية قبل أن نأتيه مكرهين. وهناك مشاركة كبيرة بين لباس الحج والكفن الذي يكفن فيه الإنسان ثم يوارث ثرى وينتقل من الدار الدنيا إلى أول منازل الآخرة في القبر. فلا بد للإنسان أن يستشعر هذه الحقيقة، حقيقة الموت التي لا بد منها،
والتي لا يستطيع إنسان أن يدفعها، ومن حكم الله أن لا يعلم الإنسان متى يكون وقته في الرحيل من هذه الدنيا، فلا بد أن يكون مستعدا. إن الله عنده علم الساعة ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. دكتور شادي، الكثير من لا يعرف لماذا نعادي الشيطان، لماذا نرجمه في شعيرة من شعائر الحج، هل وضحت لنا هذا الأمر من دروس وعبر؟ من الدروس والعبر التي يتجرد الإنسان فيها ويمثلها في مناسك الحج هو أن يقلد الطريق الذي مشى فيه إبراهيم عندما أتاه الأمر من الله أن يذبح ابنه. هذا البلاء الذي سمي في القرآن إن هذا لهو البلاء المبين، عندما رأى إبراهيم في المنام أنه يذبح ابنه، وامتثل إبراهيم لهذا الأمر وهو في الطريق من أجل أن ينفذ هذا الأمر، اعترضه الشيطان في 3 مواقف. هي اليوم نفسها الأماكن التي يرمي فيها المسلمون الجمرات، فأمسك إبراهيم بجمرات 7 ورمى هذا الشيطان من أجل أن يصرفه عندما أتى يوسوس إليه بخطورة الامتثال إلى هذا الأمر، وأنه سوف يذبح ابنه، وكيف لإنسان عاقل يقوم بذبح ابنه. ولكن إبراهيم كان موقنا بأمر الله تبارك وتعالى في غاية الامتثال لأمره، ويريد أن يقدم ما أمر الله تبارك وتعالى وأن يمتثل هذا الأمر على أكمل وجه. فلما أسلم مع ابنه وتله للجبين وضعه ووضع السكين على رقبته، نزل الأمر من الله تبارك وتعالى بافتداء إسماعيل بكبش عظيم، وهو ما يعبر عنه المسلمون اليوم بالأضحية. إذن رمي الجمرات هو عصيان الشيطان وطاعة الرحمن. الآن الإنسان في حياته إذا أراد أن يعمل طاعة أو أن يتصدق، يأتيه الشيطان فينهاه ويزجره ويخوفه، والإنسان إذا لم يرجم هذا الشيطان ويبعده عنه فسيظل بعيدا عن طاعة الرحمن. إذن هي رمزية للابتعاد عن طريق الشيطان والمشي والامتثال لطريق الرحمن. دكتور شادي، حدثتنا عن دلالة عظيمة هي الوقوف ومشهد عرفة، لكن أود بعد الفاصل أن أتطرق إلى يوم عرفة. نقول اللهم بلغنا يوم عرفة، النزول الإلهي يكون في الثلث الأخير من الليل، إلا في يوم عرفة فإنه سبحانه ينزل للسماء الدنيا في النهار. بعد الفاصل نحاورك في يوم عرفة وفضله العظيم، ولماذا دائما نقول اللهم بلغنا يوم عرفة. منظمة رحمة للإغاثة تعمل بجد وتفان بهدف خدمة الإنسانية، خصوصا في المناطق المنكوبة بسبب الأوضاع في سوريا، وتعمل أيضا في دول الجوار التي تستقبل اللاجئين السوريين وتقدم خدماتها الإنسانية للجميع دون أي تمييز. للتواصل مع المنظمة الهاتف رقم 248-990-4247 أو الموقع الإلكتروني rahmarelief.org. فضل يوم عرفة، اللهم بلغنا يوم عرفة. دكتور شادي، لماذا دائما ندعو بهذا الدعاء؟ يوم عرفة من الأيام الفاضلة، تجاب فيه الدعوات، تقال فيه العثرات، يباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات. هو يوم عظم الله أمره، رفع الله على الأيام قدره، يوم إكمال الدين، إتمام النعمة، فيه تغفر الذنوب، يعتق الناس من النيران. لهذا جعل الله هذا اليوم هو يوم إكمال الدين. هذا رجل من اليهود أتى إلى أمير المؤمنين فقال: آية في كتابكم تقرؤونها، ما
لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال أي آية؟ فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. لهذا نحن نقول اللهم بلغنا يوم عرفة يوم تم فيه الدين وكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يوم عرفة ويوم النحر من أفضل الأيام عند الله وهو يوم أقسم الله به. فقال والشاهد ومشهود في سورة البروج، يعني هو يوم مشهود. النبي عليه الصلاة والسلام قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود هو يوم عرفة. من صام فيه ذلك اليوم كفر الله سنة الماضية والسنة القابلة. تصوري أن الصيام يوم عرفة لغير الحاج، طبعا لغير الحاج، يكفر الله في صيامه ذلك اليوم سنتين. لذلك يعني هو فرصة ليتخلص الإنسان من ذنوبه، وهو يوم جعل الله فيه خصوصية أنه أخذ الميثاق على ذرية آدم. يعني إن الله، إذا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم في يوم عرفة وأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، ثم نثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم، كلم الله كل هذه الذرية وقال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهو يوم ما أعظمه من يوم، وهو ميثاق ما أعظمه من ميثاق، يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف. لهذا يعني يقول العلماء إذا بلغ الله العبد يوم عرفة فهو دليل على أن الله غفر ذنبه وأحبه وتقبله. من آداب هذا اليوم أن يكثر الإنسان من التهليل والتسبيح والتكبير ويبتعد عن المحرمات ويحفظ جوارحه ويكثر من الدعاء. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دكتور، بالنسبة ليوم عرفة سيكون إن شاء الله يوم السبت وقفة عرفات، صحيح؟ نعم. إذن يبلغ المسلمون يوم التروية في يوم الجمعة في الثامن، ثم يتوجهون إلى عرفات في اليوم التاسع الذي يوافق في هذه السنة يوم السبت. دكتور، لدي سؤال من الأخ رامي. رامي بيقول جزاك الله دكتور على هذا البرنامج وعلى هذه المعلومات القيمة جدا جدا، لكن لم تحدثنا عن بئر زمزم، هذه المعجزة العظيمة يعني القائمة إلى اليوم. هل من المعقول أن يتم، يعني هو يتساءل حول أن الماء ما زال يتفجر إلى يومنا هذا؟ طبعا بئر زمزم هو معجزة إلهية أحيت هذه الأرض عندما كانت هاجر مع ابنها وحيدة في هذه الصحراء بعد أن تركها إبراهيم بأمر من الله. فأخذت هاجر تسعى بين الصفا والمروة وتعبر عن أن الإنسان لا بد أن يسعى، وأنها لا تملك سبيل للنجاة ولكنها تسعى، وأخذت تمشي هذه الأشواط السبعة بين جبل الصفا وجبل المروة. ثم أرسل الله جبريل فضرب في الأرض فأذن بخروج ماء زمزم، وسميت زمزم لأن هاجر كانت تزم هذه النبع من أجل أن تحفظ هذه الماء. وهذه البئر موجودة الآن تحت الكعبة المشرفة، لا يعلم أحد من أين مصدر ومنبع هذه المياه، هي معجزة أبدية خالدة إلى قيام الساعة. وفي كل سنة في الأول من شهر رجب يخرج هذا البئر بغزارة ويفور ولا ينضب أبدا، سبحان الله العظيم.
وهذا يعني أحد المعجزات التي تحملها هذه الأماكن في المشاعر المقدسة، وجود هذا الماء ووجود هذا البئر. يعني دكتور، هل الماء موجود؟ يعني نطمن السائل يعني لا زال هو هو، غير مخلوط وغير البركة نفسها وكل ما إلى ذلك. أبدا، هذا الماء ما زال موجودا منذ أن خرج في عهد هاجر وابنها إسماعيل وسيدنا إبراهيم إلى يومنا هذا، لم ينبض ولم ينتهي. وهذا الماء يحمل في خصائصه أشياء مذهلة علمية، وتعد معجزة قائمة بذاتها. هناك الكثير من الدراسات والأبحاث التي أظهرت خصوصية هذا الماء، ويأخذ منه حجاج بيت الله الحرام إلى كل أماكنهم وبيوتهم وهم في طريق العودة، من أجل أن يحملون البركة إلى هؤلاء الناس الذين فاتهم قطار الحج أو الذين لم يستطيعوا الوصول إلى مكة المكرمة. لماذا نضحي؟ قد أجبت بشكل جزئي دكتور على هذه هذا السؤال، ولكن نود أن نعزز هذه القيمة العظيمة والشعيرة العظيمة في الحج، وهو الأضاحي والأضحية ومعانيها أيضا وأهميتها لكثير من الأسر الفقيرة. هناك بعض الأسئلة الجدلية دكتور تتساءل، هل تنتهك الأضحية حقوق الحيوان؟ البدنة جعلناها لكم من شعائر الله، يعني أن الله حلل هذه الأضحية وهذا الحيوان من أجل أن يكون شعيرة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، لما فيه من فوائد جمة لجسم الإنسان. طبعا عندما تكون هذه الأضحية، هذا الحيوان مخصص لهذه الذبيحة، يعني وكأن الله صممه من أجل أن يكون فائدة للبشر جميعا. اللحم مادة يحتاجها كل إنسان لما فيه من خصائص في التغذية وتقويم الجسد البشري وكفاية لحاجات جسم الإنسان. فلماذا نقول عن شيء كان الهدف من وجوده والغرض من خلقه هو تلبية حاجة البشر، ونقول أن هذا يعتبر إساءة للحيوان؟ لو أن الله تبارك وتعالى كان فيه أو علم فيه إساءة لما أوجده، ولما أمرنا أن نذبحه تقربا منه، وسبحان من حلله ليكون فائدة للبشر. الكائن البشري هو بحاجة إلى هذه الخصائص التي تحملها هذه الحيوانات من ماعز وخواريف أو أبقار، من أجل أن يكفون الحاجة الأساسية في أجسادهم ويحصلوا على كفايتهم. الحاج يضحي في أضحيته، وهي عبارة عن تكفير وتتميم لما قد يكون قد نقص من حجه. وغير الحاج يضحي في هذه الحيوانات من أجل أن يعبر عن شكره وامتنانه لله تبارك وتعالى، وفيه أيضا يكون كفاية لحاجة الفقير وسدا لجوعهم وإدخالا من الفرح على قلوبهم ومن السعادة الغامرة التي تغمر وجه البشرية في تلك الأيام المباركة، وهم يتهادون في هذه الأضاحي ويقربون هذه الأضاحي قربة إلى الله تبارك وتعالى. دكتور نبدأ، يعني يدهمنا الوقت ولا يزال لدي يعني حسن الختام وهو عيد الأضحى، لكن أود أن أركز الآن مع مستمعينا الأضاحي والتبرع بالأضاحي للمسلمين وغير المسلمين لمساعدة الفقراء، كيف يتم ومتى يبدأ، وهل نستطيع أن نرسل تبرعاتنا من الآن؟ نعم، يستطيع الإنسان أن يتبرع بأضحيته من الآن. يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، الذي هو عصر اليوم الرابع، ينتهي بوقت صلاة العصر في
في اليوم الرابع من أيام العيد. الآن لابد للإنسان أن يضحي إذا كان قادرا على هذه الأضحية. الآن كمسلمين موجودين في أمريكا وكأناس موجودين في أمريكا عندنا الكثير من الخيارات، ممكن أن نضحي في نفس البلد الذي نحن فيه وتوزع هذه الأضاحي على المحتاجين، أو ممكن أن نرسلها إلى البلاد التي هي أشد حاجة إلى هذه الأضاحي، التي تعاني من المجاعات ومن النقص الشديد كأهلنا وإخواننا في سوريا، في اليمن، في فلسطين، في العراق، في غزة، في إفريقيا، الكثير من البلاد التي تعاني من النقص الشديد في هذه المادة، ولا يستطيعون تحصيل اللحم إلا بهذه المواسم. طبعا منظمتنا رحمة الإغاثية تسعى لتنفيذ وتقديم هذه الأضاحي في تلك البلاد. ممكن للإخوة أن يذهبوا إلى الويب سايت أو إلى الفيسبوك أو لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي ليروا ويطلعوا على هذه الحملة، ويستطيعون أن يختاروا ويقرروا أن أين يريدون أن ينفذوا هذه الأضحية، وبالسعر الذي يناسب قدرتهم المادية، أو بحسب ما يرغبون في تقديمها في المكان المناسب الذي يريدون أن يقدموه. ولهم أجر عظيم دكتور شادي، يعني هذه هذا والله هذا أستمع من أناس يعني ينتظرون اللحم من العام إلى العام، يعني لا أحد يصدق ذلك ونحن نعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه موجود وللأسف يعني في بلدان يعني لم يذوق اللحم، والطبقة المتوسطة دكتور يعني مثل ما أشرت أنت سوريا، واللحم غالي جدا، واليمن الآن بسبب يعني استمرار المآسي هناك ويعني الحرب الدائرة. نعم، فلذلك نحن نهيب بكل الجالية العربية والجالية المسلمة أن تشارك في هذه الأوقات العصيبة للتفريج، ونكون سببا في إفراح هؤلاء الفقراء. عندنا أيتام بالآلاف وبمئات الآلاف يحتاجون هذا الدعم، عندنا أناس معوزين، فقراء، مرضى، مساكين يريدون هذه المشاركة، ونحن إن شاء الله نحاول أن نكون صلة الوصل ونحمل هذه الأمانات ونوصلها إلى أهلها وإلى المستحقين بكل أمانة إن شاء الله. دكتور حسن الختام، وصلنا إلى العيد وفرحة استقبال العائدين إن شاء الله ذنبهم مغفور وسعوا ولبوا ويعني حاولوا أن يتجردوا من كل هموم الدنيا لأن في سبيل واحد هو مرضاة الله. رغم تطور الحياة التي نعيشها دكتور شادي ورغم رضوخها لسنة التغيير الكونية، إلا أنه هناك أمور كالعيد يبقى لها مذاقها الخاص، مشاعرها الخاصة مهما اعتراها من تغيير. ماذا تقول لحجاج بيت الله الحرام عند عودتهم، وكيف نستقبلهم وهذه الفرحة التي لا تزال تغمرنا، يعني رغم أنه مرور سنوات وكبرنا على ذلك، لكن للفرحة يعني للعيد فرحة خاصة. أيام العيد أيام سنة أرحام و مودة للقلوب وتآلف وتآخي وتراحم بين الناس، بين المسلمين وغير المسلمين، بين كل البشر جميعا بجميع أصنافهم بجميع أطيافهم، يتهادون، يعبرون عن محبتهم ومودتهم. حجاج بيت الله الحرام يفرحون بطاعتهم وبحمل الهدايا والرجوع سالمين غانمين إلى بيوتهم إن شاء الله، وأولئك الذين لم يحجوا البيت يشاركونهم هذه الفرحة بحسن استقبالهم والتهنئة لهم لمغفرة الذنوب وأن يكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا. هذه الأجواء تنعكس على نفوس الناس بمشاعر حب ومودة تعزز من وجود القلب والأخ والخلق البشري
والذي يعول عليه جميعا في النهوض بأرضنا ومجتمعنا البشري، وأن يعزز أواصر المحبة والمودة والإخاء بيننا جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله لكم عيدا سعيدا إن شاء الله مملوءا بالمحبة. أتمنى أن يكون هذا العيد عيد سلم وأمان على أهل الأرض جميعا وعلى البشر جميعا، وأن ننتهي وأن لا نسمع شيئا يسيء في أمريكا، أو يكون هناك هدر دم، أو يكون هناك يعني شيء يزعج البشر، وأن تمر هذه الأيام إن شاء الله بسلام وأمان علينا وعليكم وعلى كل أهل البشر قاطبة إن شاء الله. اللهم أمين. دكتور شادي الحج دروس وعبر، نشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة الراقية الرائعة. على مدى أسبوعين كنا في رحلة الحج، وكنت معنا دكتور شادي رئيس الجامعة الإسلامية الأمريكية فرع ديترويت ومؤسس منظمة رحمة الإغاثية في كل العالم من المشاعر المقدسة. نقلنا أجواء رحلة العيد إلى مستمعينا في أمريكا الشمالية ولكل متابعينا في العالم العربي. نسأل لك السلامة وأن تتم الحج إن شاء الله مبرورا، مغفور لك ذنبك بإذن الله. ولكل مستمعينا ومتابعينا أشكر لهم حسن الاستماع. إلى اللقاء.